ياسين الجاسم على تنفيذ الركنية الرابعة للأخضر، كرة تلعب أرضية ولكنها تمر تصل لنواف قوية. نواف العابد، يا مهارتك يا نجوميتك يا قدمك اليسرى يا سحرك يا متعة أدائك، أخضر جميل، نواف جميل، لقطة رائعة. بوم، الله يا عابد، الله يا ولد، من أين لك هذا؟ من أين أتيت بكل هذا؟ نعم لديك السحر، نعم لديك إذن مشاهدينا الكرام نتابع الركنية لتيسير الجسم، تيسير يوزع كرة بالرأس تعدي على الكل تصوير جول، صاروخية يا سلام من نواف بأجمل أقدام، يا سلام يا سلام، أجمل أهداف الدورة، هدف عالمي، هدف عالمي من الخرافي من اليساري الناري، نواف نواف نواف، هات الصورة شوف أجمل كرة طايرة يا طاير في الجو العالي، شوف كرة النواف في الزاوية 90، مستحيل مستحيل على أكبر الحراس، لن مانويل نوير ولا أوليفير كان ولا وليد عبد الله ولا كل الحراس. سعودي عند ركلة ركنية من أمام الأحمر اليمني، الكرة ملعوبة ساقطة في منطقة الجزاء، جول جول، نواف العابد يسجل الهدف الأول للأخضر السعودي، المنتخب السعودي يقف على تاريخه ولا يتوقف على حضور جماهيره، يسجل الهدف الأول عبر العابد، نواف قوية قوية تتحدى الدفاع اليمني وتعبر الجموع ويسجل الهدف الأول. شوف الكرة مرة ثانية، ابعاد من الدفاع اليمني، لكن هذه تحل كل العقد من نواف العابد، قوية قوية يا رجل، قوية يا رجل، تعدت كل الدفاعات، يسجل الهدف الأول والمنتخب السعودي يتقدم بأول هدف المباراة بصرخ الآن من وليد عبد الله.